انزعجتي؟ ليش لانزعج؟ لاني رفضت اشرب القهوه من ايديك الحلوين. انت حر، بس اذا بتريد بكفي مجاملات استاذ نعيم، بكفي. ضايقتي شوي. انا اسف كثير، انا فعلا اسف، بس لا يمكن ابدا. شوف قدامي انسانه رقيقه وجميله ورائعه وحلوه وانيقه ونعومه، وما احكي غصب عني صدقيني هيك الله خلقني، هيك الله خلقني، ما بقدر اساوي شيء ابدا. يعني غصب عني لما بدي اشوف صوره رائعه جميله مرسومه بالوان حلوه بدي احكي اميره من اميرات الف ليله وليله، طبعا ما رح اقدر. تنساني اكيد.